اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. بنرحب بك في كارديو اليكس 2018. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ دكتوره بسمه فوزي، استشاري رعايه مركزه جراحه القلب وموجات على القلب، قسم جراحه القلب وطب عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، ممكن حضرتك تشرحي لنا شويه عن الناس اللي عندها فشل في عضله القلب، مثلا ايه اسبابه، ايه اعراضه، ازاي ان انا اعالجه او يعني احافظ على صحتي؟ حضرتك طبعا هما يعني احنا هنتكلم بالنسبه ل يعني ان العيان يبقى عنده الثقافه بتاعه فشل عضله القلب. اولا ليها اسباب دلوقتي، ليها يا اما سبب ان هو بيكون العيان يعني في الكبار بيبقى عنده يا اما صمامات في القلب وهو مهمل تماما للحمى الروماتيزميه، ما بيتابعش ركبه بتوجعه، ما بيروحش يعمل التحاليل، ما بيرجعش الدكتور قلب اصلا، بيحاول ان لما ركبه بتوجعه بيروح ياخد مسكنات وعضله القلب او صمامات القلب عماله يعني تستهلك وتبوظ، او انه بيبقى عنده شرايين في القلب وبيجيله مثلا الم في صدره بياخد شويه مسكنات وهو مثلا عنده شرايين او قصور في الشرايين. فالمفروض ان هو لو بدانا العلاج بدري ما كانش العيان اصلا وصل لفشل عضله القلب، يعني معظمها تاخر من المريض في ان هو يدور على الدكاتره او يسال عن اعراض. فدي حاجه. الحاجه الثانيه فيه اللي هو بعد عمليات القلب المفتوحه او بعد القسطره، طبعا بيكون اهم اسبابها عدم التزام المريض بالتعليمات اللي بياخدها بعد الجراحه او بعد القسطره. طبعا انا نصيحتي ايه للعيانين دول؟ اول حاجه ان احنا بنقلل الاسباب. اول الاسباب ان العيان لو بيجي له لوز متكرره وهو صغير لازم يعمل تحاليل ولازم يرجع للدكتور عشان ياخد الحقنه البنسلين طويل المفعول اللي هي بتقيه بعد كده ان صماماته تبوظ او تتدمر. الحاجه الثانيه لما يحس باي الم في صدره لازم يرجع بسرعه للدكتور، لان هو دلوقتي بيبقى فيه دعامات بتتعمل بدري بتمنع ان القلب يتاثر او يتعب، لكن لما بتاخر عليه للاسف بيحتاج قلب مفتوح كمان. الحاجة الثالثة ان اللي انا احب انبه العيانين ليها ان دايما العيان للأسف الشديد وبالذات في الحالات الخطيرة دي بيبتدي يتدخل في العلاج اللي الدكتور كاتبه. الدكتور احنا فشل عضلة القلب بيبقى مجموعة من العلاجات بتكمل بعض، بيجي العيان يقرأ على اليوتيوب او على الفيسبوك او على الدكتور صيدلي بيقول له اي اصحابه اي حد يروح موقف مثلا واحد من العلاجات اللي احنا كاتبينها، بيؤدي ده لان كل العلاج ممكن يعمل اعراض جانبية كمان. فعلشان كده اولا العيان يلتزم ويثق في الدكتور بتاعه، طالما ان هو سامع ان هو دكتور كويس او هو اتحسن معاه اول مره ما يحاولش هو يوقف علاجات من نفسه او يزود علاجات او يمنع العلاج مره واحده عن عضله القلب. ميرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور.